الملحق الرياضي. على العارضة التقنية أمين، في المراقبة مقراني، وفي الإخراج رياض بن فطوم. هذا حكيم يحييكم ويدعوكم إلى العدد الثامن من الملحق الرياضي، وهذه عناوين الملحق. ومديرية الخدمات الجامعية للجزائر الغرب تنظم دورة كروية بمناسبة استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون. إذن مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كانت هذه العناوين إلى التفاصيل. وقضية الملحق قدرة تستحق التشجيع، تقوم بها مديرية الخدمات الجامعية للجزائر الغرب بالتنسيق مع النادي الرياضي الأولمبي للطلبة بإقامة دورة كروية احتفالا بالذكرى الخاصة باسترجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون المصادفة للثامن والعشرين أكتوبر من كل سنة بمشاركة المنتخب الوطني للثمانينات. السيدة عائشة عبد الرزاق مديرة الخدمات الجامعية للجزائر الغرب تتحدث عن هذه المبادرة. بمناسبة اندلاع ثورة التحرير الوطنية وبمناسبة استرجاع السيادة الوطنية للصحافة الجزائرية، قامت مديرية خدمات الجامعية الجزائر الغرب تحت إشراف ديوان وطني الخدمات الجامعية وبالتنسيق مع الأولمبي الرياضي للطلبة الجزائريين، جمعية الأولمبي الرياضي، قمنا ببدء عدة دورات، حيث اليوم قمنا بافتتاح مباراة دومي فينال بين فريق لمثل الصحافة وفريق الوطني للثمانينات وطلبة لمثل الإقامة الجامعية حيدرة 3. والفينال تلعب غدوة إن شاء الله في ملعب بن إبراهيم، وسنقوم باحتضان فعالية احتفال هذه التظاهرة، سيقام يوم ثلاثاء إن شاء الله على الساعة 2 زوالا، نكرم فيها الفريق الوطني ثمانينات والطلبة وأيضا صحفيين، وإن شاء الله تكون ناجحة. عبد الرزاق بالخير إطار بمديرية شباب والرياضة لولاية الجزائر والعضو الناشط بالنادي الرياضي للطلبة يتحدث عن هذه المبادرة. هذه الدورة هذه وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية للجزائر غرب، تم استضافة فريق الوطني لجيل ثمانينات وفريق ممثل عن التلفاز الوطنية والطلبة في مجال الصحافة إلى جانب فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه فرصة لتذكير هذا الجيل السعيد بأن الإذاعة والتلفاز الجزائرية ليست عبارة عن مؤسسة فقط، بل هي صوت وصورة للجزائر ورمز من رموز المعالم والوحدة الوطنية. احنا نود استغلال الرياضة الجامعية من أجل تحسيس وتوعية الطلبة من أجل ضمان جيل قادر على التسلم للمشعل والحفاظ على مكاسب المحققة من طرف رجال الأمس. إذن هذه المبادرة تستحق التشجيع. وإذن بهذا مستمعينا الكرام ننهي العدد الثامن من برنامج الملحق الرياضي، نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.